أول خبر معانا النهاردة عن النادي الأهلي اللي بيجهز نفسه لكتابة فصل جديد من الإنجازات في سجله اللي مليان بالبطولات وبالأخص بطولة كأس العالم للأندية. ببدايته من مباراة فريق أوكلاند سيتي النيوزيلندي اللي هتتلعب النهاردة الساعة 9 بالليل إن شاء الله في المباراة الافتتاحية واللي بتتلعب على الأراضي المغربية وهتفضل مستمرة لحد 11 فبراير اللي جاي. ودي تعتبر المواجهة الثانية ما بين الأهلي وأوكلاند سيتي في كأس العالم بعد ما اتقابلوا في نسخة 2006 في اليابان وكسبناهم وقتها 2-0 تحت قيادة البرتغالي مانويل جوزيه. وطبعا خلينا نقول ان الاهلي بيحاول من البطوله دي ان هو يحافظ على رقمه القياسي كاكثر الفرق العربيه والافريقيه مشاركه في البطوله اللي بدات اول مره سنه 2000 في البرازيل. وامبارح كان في اجتماع فني للمباراه ما بين الاهلي واوكلاند سيتي وحضروا المهندس خالد مرتجي امين الصندوق ورئيس لجنة الإعداد لكأس العالم وعدد من المسؤولين وقرروا أن الأهلي هيلبس التيشيرت التقليدي الأحمر والشورت الأبيض وفريق أوكلاند سيتي هيلبسوا اللبس الأزرق بالكامل. واتفقوا مع اللجنة المنظمة للبطولة على كل التفاصيل التنظيمية والتسويقية والإعلامية ومعاد وصول الفريقين للملعب. بالضبط.